اليوم سوف نتكلم عن هرمون السيروتونين والمعروف بهرمون السعادة، وكيف ممكن لها الهرمون يأثر على مزاجك، حياتك وحتى تفكيرك. الهرمون وحده كمصطلح هو عبارة عن مواد كيميائية تحمل الإشارات والرسائل بين خلايا الجسم المختلفة، والسيروتونين يتكون في المخ والمعدة وله أثر كبير على المشاعر والعاطفة والسعادة. يساعد في تحسين المزاج والشعور بالراحة والهدوء والتركيز، ويخفف من الرغبة أو الشهوة للكربوهيدرات، بالإضافة لأنه بيخفف الاكتئاب. وفي حال كان لديك نقص في هذا الهرمون، سوف تشعر بأنك مضغوط وسريع الانزعاج والتوتر والاكتئاب، وقد تواجه مشاكل في النوم، وقد يصل الأمر إلى الشعور بضعف الشخصية، بالإضافة لفقدان الذاكرة. إذن ما الذي يجب علينا فعله لتعزيز وزيادة هرمون السيروتونين أو هرمون السعادة في الجسم؟ الحل الأول التريبتوفان، وهو عبارة عن حمض أميني يقوم بإنتاج وتعزيز السيروتونين داخل الجسم. والتريبتوفان يوجد في الأطعمة الغنية بالبروتين، ويباع على شكل حبوب في الصيدليات. تناوله قبل النوم على معدة فارغة. ثانيا ممارسة الرياضة. الرياضة بتساعد على تحويل البروتينات التي تحتوي على التريبتوفان إلى هرمون السيروتونين. ثالثا الشمس وفيتامين دي. الفيتامين دي ليس ضروري فقط لإنتاج السيروتونين، ولكنه أيضا يساعد على تحويل التريبتوفان إلى سيروتونين، ولهذا السبب يعتبر الفيتامين دي من مضادات الاكتئاب. رابعا البروبيوتكس. تقوم المعدة بإنتاج كمية كبيرة من هرمون السعادة، وهنالك علاقة كبيرة بين ما يحدث في المعدة وما يحدث في العقل، والبروبيوتكس بيساعد في إنتاج التريبتوفان. وركز على الكافيار، الموز الأخضر، حساء الكيميتشي، خلل الملفوف، خلل الخيار، الثوم. هذه الأطعمة تحتوي على البروبيوتكس بشكل جيد. خامسا التدليك. التدليك يزيد من هرمون السعادة ويقلل من الكورتيزول، وإذا زاد الكورتيزول يقل هرمون السعادة، وهي علاقة عكسية. وأكبر مسبب لزيادة الكورتيزول هو التوتر، لذا عليك التقليل منه قدر الإمكان. سادسا الصيام. الصيام بيزيد من هرمون السعادة بشكل كبير جدا ويقلل من الاكتئاب. وإذا بتتسأل ليش الناس بشهر رمضان المبارك بتكون دائما سعيدة، الجواب لأنه هرمون السيروتونين بيكون عالي وممتاز. إذا استفدت من المقطع اعمل لايك، ولا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لكي لا تفوت أي موضوع بخصوصك. نتمنى الصحة والسلامة للجميع، وشكرا لكم.